حقوق المياومين في البلديات مهدورة، حيث لا يتجاوز راتبهم الشهري 10 ملايين ليرة في غالبيات البلديات، فيما لاحظت الحكومة موظفي البلديات في زيادة الراتب والمساعدات وبدل النقل وغيرها من التقديمات التي حرم منها المياوم الذي يقع على عاتقه الكثير من أعمال البلدية، حيث أن رفع الحد الأدنى للأجور بالإضافة إلى رفع بدل النقل لم يلحظ عمال البلديات ومياوميها الذين يعملون باللحم الحي ويواجهون واقعا معيشيا صعبا. واقعيا الرسوم البلدية المستوفاة هي بتأمن تطوير البلدة أو القرية أو المدينة، وبتأمن بنفس الوقت رواتب الموظفين اللي عامل الأجراء أو المياومين في البلدية. مع انهيار العملة اللبنانية لم تعد هذه الرسوم تفي بالغرض. ما نراه اليوم أنه كل المساعدات تحت أي مسمى، حوافز أو بدل بنزين أو مساعدات أخرى التي تعطى للقطاع العام، بالمراسيم تعطى أيضا للبلديات وتعطى لاتحاد البلديات. المياومين يستوفون هذه المساعدات من البلديات كونها يعني تدفع لمن يتقاضى من المال العام، وهم يتقاضون من المال العام. على الأرض لا نرى شيء، لأنه لا سلفات موجودة ولا قدرة للبلديات على دفع مستحقات المياومين. إذا كان المياوم تابع البلدية عاجز أن تعطيه مستحقاته كونه يتبع القطاع العام، وإذا تابع متعهد كمان المتعهد مش عم يقبض ما يحق له من البلدية، ما يستحق له من البلدية، وبالتالي ما لا يستطيع أن يدفع لعماله اللي يتبعون قانون العمل وفي القطاع الخاص. فما هي الخطوات التي سيبادر إليها الاتحاد العمالي العام تجاه هذا الموضوع؟ نحن بصدد يعني نقول اتصالات مع المسؤولين، مع أول شيء رح نبدأ بوزير الداخلية، رح ننتقل بعد منها إلى رئيس الحكومة، رح بيكون في مؤتمر بعد الأعياد موسع للبلديات والاتحاد البلديات بالاتحاد العمالي لدرس السبل الكفيلة بإعادة استنهاض الواقع البلدي اللي هو يتجه نحو الانهيار بطرق سريعة في خضم هذه الأزمة، خاصة في ظل التخلي الحكومي عنها.